سنتي بينام فيها الأب اللي هو المتنيل، وعوامل التعرية عرق كتير من الأجساد. وكان الآباء زمان، الآباء الشيوخ أبونا منتاوس السرياني وأبونا فتاوس السرياني وسيدنا الأنبا منتاوس، كان يجوا زمان وهم رهبان في الدير يغطوا من البقايا العظم ده ويدفنوها تحت في الرمل تاني، نظرا لأن عوامل التعرية ومرور الجمال والغنم بتاعت العرب ممكن تعرق كتير من أعتقد العظم الأمير بتاع عمر الآباء. طوسون زار المنطقة هنا. هو اللي وضع العلامات الخرسانية. طيب عظم تاني اهو، دي عظمة دي والتاني دي يا سيدنا اسكن فوق بعضيه. البيضة دي مش تبعها. السنان دي مش البيضة دي مش عظمة إنسان؟ مش عظمة بني آدم. لا بيبقى مش عظمة إنسان. حيوانات مش أبيض. أبيض ما ينفعش. خلاص ادوا له يا سيدي. الإنسان يبقى بني. كده يا سيدي. اللي هي دي يا سيدي. دي بنات دي مش نايل التربة. صدر تحت أهو. خلاص صدر بص يا سيدنا. ده جسدك كامل يا سيدنا. صلواتك تانية. مش عاوز يعمل له أنبوبة ممكن ياخد. من مختلف الجنسيات سيدنا كل طوبة دي صورة دير السريان، ظاهر الدير من عند الجبانة بتاعة الرهبان من جنب دير القديس يحمس القصير، وده دير الأرنشوه. الكنيسة هي بس اتردمت للأسف. دول المدخل الهيكل والمسبح والشرقية هي. طب الجزء الثاني بتاع ايه؟ الجزء الثاني ده أوض وألالي، وبعدين في الميدة الأثرية دي زرع أوض خير، وكنا احنا أخذنا صور بالسلايدز للميدة الأثرية وللأوض والألالي، وكان اتصور معانا على الميدة أبونا يسوس السرياني المتنيح الله يرحمه. جينا مع بعض وكان الآباء اتصوروا في شرايح على شرايح السلايدز. دخلنا المضيفة بس هنا الميدة للأسف الشديد اتردمت علشان عوامل الرديم، ودي الخسارة اللي احنا دايما بنجنيها من البعثات الأجنبية لما تيجي تشتغل، علشان كده احنا بنطالبها دايما إن هي تعمل بروتكشن للمباني أو غطاء محافظ عليه. دير الأرمن أنشئ في تقريبا في القرن الحادي عشر، نظرا لأن كان فيه بدر الدين الجمالي الأرمني اللي هو كان ماسك الوزارة في مصر، وبالتالي أعطى امتيازات كتيرة جدا خاصة للأرمن، ويعني سواء للكنيسة الأرمنية كرهبان أو حتى للتجار الأرمن اللي كانوا بيشتغلوا في مصر وبيتاجروا في مصر، فبنى لهم الدير ده على ما يعتقد. والدير كان فيه حوالي 12 راهب، بالإضافة أن كان في التعداد الرهبان في الوقت ده في الأتجرة في دير السريان مثلا كان سنة 1088 ميلادية كان في حوالي 125 راهب، ودير الأنبا يوحنا قصير كان فيه حوالي 160 راهب، ودير البراموس كان فيه برضو عدد من الرهبان يتراوح ما بين 100 راهب و 150 راهب. هنا الميدة الأثرية وواضح ان هي اتردمت، واحنا كنا صورناها بشرايح السلايدز بالآباء سنة حوالي 95. وهنا الحجرة ديت حجرة الدياكونية اللي وراها،
بندخلها من المدخل من الميدة اللي فيها الأفران وفيها البير اللي عمل الأكل بتاع الرهبان. عاوز أقول إن ترك المباني كده يعني عريانة بعد ما بتكتشف ده منتهى الخطورة، لأن بيؤدي إلى تدمير الآثار. يبقى إحنا بنستدعي البعثات الأجنبية مش علشان تحافظ على آثارنا، ممكن تكون لهدم الآثار أو لاندثارها مرة أخرى، نظرا لأن الأماكن دي إيه اللي يحافظ عليها. عشان كده إحنا بنطالب البعثة الأمريكية اللي بتشتغل في دير يوحنا قصير إن هي تحافظ على دير يوحنا قصير والكنيسة بتاعته بعملية جملون من الخشب بأواعد، بحيث الجملون الخشب أو جملون حديد يحمي الكنيسة على أساس تبقى مكان للزيارة، مكان لتجمع الرهبان، مكان إن إحنا نصلي فيه مرة أخرى. ودام في كنيسة في مكان ما أيا كان وسع هذا المكان واتساعه، فبتدل على إن في عمار في هذا المكان بوجود الكنيسة، وممكن نقول إن المكان معمور لأن في موجود فيه كنيسة. بالنسبة للأرمن وجودهم في الدير هنا في دير الأرمن في وادي النطرون، لأن كان في جنسيات كثيرة جدا بتيجي تزور وادي النطرون. يعني كان في دير للأحباش، وكان في دير برضو للنوبيين، كان برضو دير الأحباش أو دير النوبة، وكان في بيجي من روما ويجي من فلسطين ويجي من سوريا. والدير بتاعنا بتاع دير السوريان مشهور باسم دير السوريان، نظرا لأن في رهبان من سوريا جم عاشوا فيه فترة من الزمن، والدير استضافهم فترة من الزمن. وهنا الأماكن ديت لازم نحن نحافظ عليها، والآباء الرهبان في النطرون يكون عندهم الوعي الكامل، مش علشان محبة في الأماكن القديمة، لا، محبة في امتداد وحفاظ على امتداد تاريخنا الرهباني أو تاريخنا الكنسي المسيحي القبطي بصفة خاصة. هنا الأوض اللي هي يعني كانت منهدمة من زمان، والقدير ده وباقي قدير يحنس قصير انهدم في القرن ال15، وابتدى الرهبان يتنقلوا من الأجرة ديت لأجرة أخرى، منها دير يوحنا قصير رهبان وأخدوا أبونا أبونا مارتير. ربنا يخلينا أبونا عشان يبني عمارة. أبونا أبونا يعني إيه أبونا أرشي؟ يعني كويس. بقى هم يروحوا المشوار ده.